مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سحب عابرة ميزت نهار اليوم المناطق الشمالية الشرقية، هذا ما توضحه لنا صور القمر الاصطناعي. إذن ضمن تيارات شمالية شرقية عملت على تسرب هذه السحب السفلى نحو المناطق الشمالية الشرقية، وصفاء ميزت تقريبا كل المناطق الغربية شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. سحب أيضا ميزت نهار اليوم منطقة الواحات. بالنسبة ليوم الغد بحول الله تقريبا نفس السيناريو، تبقى سحب عابرة تميز المناطق الشرقية وكذلك الوسطى الشرقية حتى بشمال الصحراء ومنطقة الواحات، احتمال لبعض الأمطار الضعيفة نحو السواحل الشرقية خاصة وبعض المرتفعات تكون محلية. أما الضباب سيبقى يميز خلال الصباح الباكر السواحل والمرتفعات الوسطى وأيضا الغربية، تتبع أجواء مشمسة تماما على كل المناطق الغربية، الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب. تطاير الرمال يبقى يميز أيضا محليا مناطق أقصى الجنوب الغربي. بالنسبة للحرارة القصوى أو الدنيا خلال هذه الليلة بحول الله تبقى باردة نحو باتنا، درجتين تحت صفر ستسجل كأدنى مقياس، درجة صفر بتبسة والجلفة، درجة واحدة بتيارة والبيض، من 4 إلى 7 درجات بسواحل، 8 درجات بكل من الصورة شمال الصحراء إلى غاية الواحات، كذلك بعين صالح، 5 فقط بثمان راس وجنات، وما بين 10 درجات بتندوف إلى غاية 14 ببرج وجه مختار وعين قسام. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستعرف بعض الانخفاض مقارنة بنهار اليوم، حيث لن تتعدى 8 درجات فقط بمدينة باتنا، 18 بوهران وتلمسان، 16 درجة بالعاصمة، 13 بعنبة، 19 بغردية بسكرة ورقلة وحاسم سعود، 23 ببشار بثمن راس وجنات، ترتفع إلى غاية 29 درجة بتندوف و30 كعلى مقياس بكل من برج وجه مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الغربية، رياح معتدلة إلى غاية السواحل الوسطى، مضطرب محليا، رياح من غربية إلى أو من شرقية إلى شمالية شرقية، تدور إلى شمالية تماما أحيانا شمالية شرقية بسواحل شرقية، والبحر سيكون كثير الاضطراب من سكيكدا نحو القالة، سرعة الرياح تبقى معتدلة. جولة خاطفة إلى بعض العواصم العربية، سحب عابرة إذن أجواء متقلبة ستميز أغلب العواصم كعمان، دمشق، بغداد، الكويت، أبو ظبي، مسقط وحتى بمدينة جدة. الأمطار ستكون مرتقبة بحول الله على مدينة الصنعاء وأجواء مشمسة تماما بالخرطوم. أما عن درجات الحرارة تبقى منخفضة بدمشق وعمان ب 17 درجة، ترتفع بالقاهرة لتقارب 23 درجة، كذلك بمدينة الكويت 28 بأبو ظبي، 29 بمسقط، ترتفع إلى غاية 32 درجة بمدينة جدة، وتصل لغاية 32 بجدة و 38 درجة كعلى مقياس بمدينة الخرطوم. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة، نفترق بوقت شروق الشمس الذي سيكون بحول الله في حدود الساعة 7 صباحا و 27 دقيقة. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة، سهرتكم ممتعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.